الأول يا دكتور، يعني بالمناسبة سؤال سألناه كده في مقدمة الحلقة، هو الحر الشديد يعمل إيه في نفسية المصريين وفي الأخلاق أكتر ما في حاجات كتيرة اتعملت فيها؟ لا، الحر الشديد بيأثر على الناحية النفسية طبعا، بيدي نوع من أنواع العصبية، بيدي نوع من أنواع الكسل، بيدي قدرة التركيز بتبقى أقل، ولذلك بيبقى الواحد بيستعين بحاجات بقى مروحة أو تكييف أو أي شيء الجماعة دولت، لأن اليومين دول طبعا مش طبيعي، يعني إن احنا نوصل ل 45 ده مش طبيعي. لكن معروف كده هو إن الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة كذلك لها تأثير عكسي بالنسبة للحالة النفسية بتاعة الفرد. ده يبقى ظرف مؤقت وفقا لحالة الجو. نفسية الإنسان لها علاقة بالبيئة، بتأثر بإيه بقى؟ نفسية إيه العامل المؤثر على النفسية؟ الازدحام. الازدحام يأثر على نفسية الإنسان. عندك مثلا زحمة المرور والمخالفات اللي بتحصل دي بتأثر في نفسية الإنسان. عندك القمامة اللي موجودة وعدم التذوق الجمالي والقبح اللي موجود في الشوارع والحاجات ديت بيأثر على نفسية الإنسان. عندك كم واحد موجود في البيت الواحد وبيباتوا ازاي؟ يعني 28% من المصريين عايشين أكثر من 3 و4 في أوضة واحدة، ده الجهاز المركزي للإحصاء. كل ده بيأثر على نفسية الفرد. يزيد على ذلك طبعا بقى يعني المسكن والبطالة والحاجات دي. يعني كل الكلام ده موجود عندنا وبنعاني منه، يبقى ساعتها بقى يبقى احنا معذورين، يبقى في حاجات خارجة عن إرادتنا هي اللي غيرت في النفسية وغيرت في طبقة وأخلاق الناس. لا، هي في حاجة مهمة جدا في المقاييس اللي بيعملوها للسعادة والرضا النفسي. والحاجات دي كلها بره في العالم، واحنا بنبقى في الاخر تملي، لان المقاييس ده هي ما تمشيش قوي على البلاد اللي هي لسه بتصعد في التقدم بتاعها. بمعنى ان مثلا يقول لك الدخل العام ايه، درجه الفساد ايه، لكن ما بيجيبوش سيره ابدا على الشخصيه وعلى المزاج وعلى الحميميه وعلى الرحمه وعلى التسامح وعلى كل الحاجات ده، هي ما بيجيبوش سيرتها، ولكن ده جزء كبير جدا من السعادة بتاعة الإنسان. يعني ثبت أن أكتر حاجة بتسعد وبتدي نوع من أنواع يعني الرضا النفسي الصحبة، الأصدقاء، القعدة. يعني مثلا يقول لك أسعد ناس الدنمارك والحاجات ده، هي ولأن عندهم العلاقات الحميمية والصحابة مع بعضهم، ولكن بينسوا ان اكتر بلاد فيها اكتئاب وفيها انتحار هي البلاد دي. ما بيقيسوش ده بقى في المقياس بتاع السعادة.